وصلنا الموقف ان شاء الله. نتواصل دائما ان شاء الله. بعد سبق صباحا ارسلت لمعاليكم رساله حول انقطاع الانترنت منذ امس، ولكن الحمد لله بعد تجاوز الامتحانات وكانت كامله الامتحانات امس. امتحانات اليوم حقيقه تواصلنا مع الطلبه الدراسات العليا وعندنا امتحانات طلبه تكميليه. الطلبه الامتحان التكميلي والدراسات العليا في محافظه كركوك كامله، والان الطلبه مستمرين بالاجابه وما اتصال. فقط اللي موجودين في محافظة نينوى عندنا كليتين ما استطاعوا يأمنون تأمين كامل للطلبة، ما راح يقدر يشتغل يفتح، فاضطرينا لتأجيل المادة الدراسية مال هذا اليوم حسب التعليمات إلى آخر يوم الامتحانات. بقية الكليات والمعاهد استطعنا أن نأمن مع الطلبة على 3G، والطلبة الآن يمتحنون بالمعاهد والكليات الاخرى. الدراسات الاوليه التكميليه ماشيه كامله، فقط العليا للكليه التقنيه الاداريه والكليه التقنيه الهندسيه تم تاجيل الامتحان لاخر يوم من وننتظر تطورات الانترنت الى يوم السبت ان شاء الله تكون تحل هذه المشكله. وشكرا جزيلا لمعالي الوزير.